صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 71 سنة 2023 بالتكليف بالقيام بأعمال مدير إدارة في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. جاء فيه يكلف السيد مرزوق عبد الكريم مرزوق سالم للقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي في هيئة تنظيم سوق العمل.